Да вот затем. هاد الفولون حيتي راك حيتي ما عرفتش. من الاحسن يكون عندكم شي عيار باش كتشدو مزيان. انا ما عنديش صافي. هنا كتشد في هادو وهادو من هنا وكتجر كيخرج عندك هنايا ديزيد الطعمه اين فوا غير كتحيد هادي نزل شويه واحد هوك صافي كيخرج الله سوا نص الله هذه هي الشيمه ديالنا الاخوان اللي غنخدموا عليها. السلام عليكم الاخوان كي دايرين بخير لاباس عليكم. اليوم راه زدنا هذا الكونتور في لافيشور وخصنا نزيدوا ليه هذا الكوموند هذه اللي كتشوفوا هنا. عندي سامبل كان عندي الكونتور الاخر هنا قادين هذه الانستراسيون ديالها وداك الشيء نحاولوا نطبقوا الشيء كما هو كما كتشوفوا الشمال ديك الشيء باللي فيه مزيان. المهم مع الشام ما غاديش تبان لكم الله فيك مزيان. البلاصه ديالهم ها هي خاويه. البلاصه ديالهم هي هادي راه خاويه فيها غير الفيشات. دابا غنحيدهم ونانستالي الاخرين. 23 24 25 26 26 ديال لاسون دو تمبيراتور. الراسون ديالنا راه قاديناها هنايا. حيدنا دوك الفيشات اللي هما هادو. راه مقادي الفيشات ديجا كيما كتشوفوا هاد الفيشات باش نخصهم في البلايصون. انا نوريكم الطريقه ديال المهم انا غادي نبارطاجي معكم الطريقه كيفاش جبد هاد الفيشات. هادو الطريقه الاخوان ديال هاد الفيش هادي هنايا كتحل هنايا كيتحل. راه ممكن تبدل هاد الكركاز الى مشى لك صافي كتجر هنايا. انا نعطيو حنا بار اكزومبل هنايا مثلا غادي ندير واحد البرا ولا ديروا مثلا انا غادي نحيد هنا هاد الفيش. كاين واحد النويف هنا غير كتقعدو بحال هكا وكتجر الفيش ديالنا تنصب هنا. ملي كتبغي تركب الفيش الاخر بهاد الطريقة صافي كيلصق بلاصتو. المهم راه كاينين واحد النيوف هنا كتقعدو. المهم الطريقة ديال هاد الكوموند هادي راه كنت ديجا درتها في واحد الطابلو يعني فوق الطابلة قادي داكشي ودابا طبقتها على الطوموبيل باش يكون داكشي مفهوم مزيان. كيما كتشوفو هنا واش غايبان ليكم الاخوان مزيان ولا لا؟ ولا بالنهار مغتبانش لافيشور مزيان. هنا شتو هي كتحكم. هنا واش غايبان ليكم واحد جوج هذه هي الطريقة الاخوان. هنا حيدنا واحد السميطة هي اللي جا علينا الخيوط من هنايا بحال هاد الشكل بحال هاد اللي هنا. غنحاولو نرجعو باش هاد الخيوطة ميتصلوش لينا يبقاو مفيكسين مع هاد اللعيبة هادي. بالنسبة للماصل الإخوان خدو غير من هنايا قريب من شتو هنايا راه درنا ديك الكولية باش بورتو فينا داكشي رجعنا كيما كان. الإخوان هنايا الفيش ديالنا هو مقاد. هاد الفيش اللي بقى هو ديال لاصون هذا اللي بقى نخلوه حتى نركبو ديك لاصون. هاد الجوج هادو ديال هذا ماس هاد الماس هو اللي غادي يلصق مع هذا اللي قلت لكم هنايا. وهاد الجوج هما ديال سميتو ديال السويغلاص ديال هاد الفيتاس اللي كاين هنا.
كما كتشوفونا الاخوان نورقوا على هنا لا الصون باقي ما ركبناهاش الخيط ديالها خليناه على هذا باش هو هذا نركبوا لاصون وغادي يطلع لينا طلع لينا ثم الاخوان غادي نعاودو نحيدو عاوتاني هادشي نحيدو هادشي ونحيدو هادشي نعاودو نلصقو داكشي في لاصون الكومون ويجي في بلاصة هاد لاخر المهم بغيت ندير هاد الخدمة دابا ولكن ما عنديش واحد الكرينيج ديال الفولوم باش غادي نحلها ندير الطريقة الاخوان